للمزيد مشاهدينا الكرام، نتابع من على الأرض تحديدا مع عامر عروقي مراسل أكسترا نيوز في كييف. عامر، من جديد كيف هي آخر التطورات؟ يعني كل الأنباء كما هي واضحة أن الحصار يقترب من كييف، الحصار الروسي. صحيح زميلتي، نحن الآن نبعد 10 كيلو متر عن القوات الروسية في منطقة الأبالون. تدور هناك اشتباكات بين قوات الجيش الأوكراني والسكان في المنطقة. كما ذكرنا في نشرات سابقة أن القوات الروسية كانت تحاول أن تدخل إلى مطار غوستيل العسكري القريب الذي يبعد عن كييف 37 كيلومتر، ونجحت في ذلك وقامت بعمليات إنزال هناك رغم تصدي القوات الأوكرانية. لكن في بعد ساعات بدأت تظهر القوات الروسية في منطقة الأبالون في مدينة كييف. يعني نحن الآن تقريبا القوات الروسية تبعد عن مدينة عن وسط مدينة كييف، سنتر مدينة كييف 10 كيلو متر فقط. نعم صراحة تفضل عامر، يعني 10 كيلو متر فقط، هل نعتبر أن هذه هي بلدة أخرى متخمة لكييف أم هي ضاحية من ضواحي العاصمة؟ داخل هو باللغة الروسية رايون، معنى حي في منطقة نعم. كييف حي. إذن هو حي في العاصمة، حي في العاصمة كييف، يبعد عن السنتر مركز المدينة الرئيسي في مدينة كييف المتواجدين فيه نحن الآن 10 كيلو متر فقط. نعم يعني ربما بعد ساعات ربما يعني لا نتمنى إلا السلامة للجميع، ربما نرى جنود الروس في سنتر العاصمة الأوكرانية كييف. أوضاع المدنيين في هذه المنطقة كيف هي عامر، يعني من خلال وجودك هناك؟ ما زالت هناك اشتباكات بين المواطنين الأوكران سكان منطقة الأبالون مع الجيش الأوكراني لمواجهة القوات الروسية في منطقة الأبالون. الأخبار عن عدد الضحايا، الأخبار عن القصف في المنطقة المذكورة، لحد لهذه اللحظة لم يصلنا ما هو جديد. يعني حتى ليلة الأمس كان الأعداد كلها في العسكريين، ولكن لم يذكر أي أعداد بين المدنيين. عامر، أيضا البعض وصف كلمة الرئيس الأوكراني بأنها بها أداء منكسر أو أداء باهت، هل هذا له أي مردود وسط المواطنين الأوكرانيين في هذا التوقيت؟ الرئيس الأوكراني في تصريحه قال أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي ولكن بشروط. في المقابل هنا حسب الأخبار المحلية الروسية في روسيا أن الروس شبه رفضوا أن تكون هناك شروط، هو يريد فقط استسلام الحكومة الأوكرانية، حكومة الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كييف.